الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودرسي لم يتبنى هذا كم إذا دروست كتاب الأصول من علم الأصول. قال رحمه الله تعالى: ما شيء لا يتم أن لميستر مهين المامور كليس أمرين إلا به. السجى مويان وحكلان وكلما يستر مهين أي ما حكمه حكم كيس وامح شيبا ليس أمري أمر كوح نغن كرا أمر واجبين كنسانية وحكلو نغن كرا أمر كنسانية استحباب إيا الصنين شيغ ليس أمري فلنتي سي سمينتي سايا كحرانتي شيكلا شيغا كلا حكم كيسو محون قرية. قاعدةً أصولين تصدر وأودقان وحكى لأودقان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لبدا تبع عامسا سنة كتاب كأنه قلت الله يا عامسا ويا مامور كواجب نغنكرا مندوب نو نغنكرا إلا أمر كاو قيب سما إلى أمر إيجاب وأمر استحباب أمر واجب كان سنة أمر سنة كان سنة لابد أن الشيخ نبي وحكسي عامسا قاعدة كلا ورئيسا الوسائل لها أحكام المقاصد وصائش يوحى وحلقو قارا وحل حكم يهي وحلقو قاريو وقاعدة وحى بسوق ليد محرم كي مكروه وسيلة المحرم حكم المحرم بي لنسا وسيلة المكروه حكم المكروه وسيلة الواجب حكم الواجب وسيلة المندوب نوحي لنسا حكم المندوب وصيلة المباحنا حكم المباح بي لنسا لبار رمود هاد دبي سيكا خلدمين ما لا يتم الأمر إلا به وقاعدة كالكسي خاصيسان الأوران أيو ما لا يتم الإيجاب إلا به إيا ما لا يتم المامور وإن لم يتعي ما لا يتم الواجب ما لا يتم الإيجاب إلا به فليس بواجب واجبينتو شيء آني لأنتي لما يستر ما هيني واجب ما هاي سوا واجبينتو وإن مكتب صالحان صلاة إن لقبو واجبية وحيكو حرانتهاي وقت جيد وصوى قره marka waqtiga soo gelintiisu adiga waajib kugu ma adigaaga inay saka ku waajibtaa waxay ku xiran tahay inuu nisaab gaaro 4 noqdo inada 4 gaarsiisa adiga waajib kugu ma si ay saka kugu waajibto wa hakada ma la yatimu al-ijab illa bihi falaysa biwajib halamida ما لا يتم الأمر إلا به فليس بواجب إن وحلق أمره وحان أمر كاسلا أنت أنا لما يستر معها يعني أديك واجبك معها لكن شيء وحلق أمره بقى وأمر كي ولما يستر معي شيء وحلق واجبه بقى أديك فلنتي سي إيه سمينتي سي شيء يكون حرمتهاي أي قاعدة نكاد لسه. وكما لا يتم المأمور وكيري الواجب ندى والله مدون. وحيل ليس أمري أمرك ليس أمري ولا ما يسترمي. وحيل ليس كوا تبيه وتبين تليس كوا تبيه ولا ما يسترن تشروط تدي أسباب تدي موانع دين الواي. وحان ولا ما يسترم هين سمينتي سو إلا به حكم كيس وامح. مركا كهورا مالس كغتيري وما لا يتم الأمر إلا به فليس بواجب ما لا يتم الإيجاب إلا به فليس بواجب وحانا إلا أنت واجبين تبنى ما يستر معيني واجب مكلف كماها وي مكلف كأنه يسوء إنه أسبابتي أي وحقو واجب لهاين هي شروط دي وحقو واجب لهاين إنه يسوء لي مادو
mawaanicdii waajibintana isagu meesha inuu ka saaraa taas isaga mid u taalla maaha. Laakiin asbaabta wax ugu waajibi lahaayeen iyo shuruuddii wax ugu waajibi lahaayeen baa dhammaystirantay. Mawaanicdii waajibintaa diidaysana meesha way ka baxday. Shaygii muxuu noqday? Waajib buu noqday soo maaha. Waajibkaa fulintiisiiba shay kale ku xidhnaatay. Shaygaa kale xukunkiisu waa maxay bay qaacideen ka hadlaysay? Marka maa laa yatimu lmaamuuru ilaa bihi yanqasimu ilaa qismayn. Alwaajibu halka waad gelin kartaa saynu sheegnay. Wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi khaasatun bilwaajibu bay markaa qaacidu noqonaysa. Halka imika ay tahay caama fi lwaajibi walmanduub. Marka maa laa yatimu lmaamuuru ilaa bihi fahuwa qismaan. Alqismu alawal maa laa yadkhulu taxta qudrati lmukallaf, waxaanu mukallafku awoodin. Ka ghusli ljuz'i lmaqtuuci min alyad, ka ghusli ljuz'i lmaqtuuci min alyad, sida gacantiisa qaybta laga jaray inuu maydho. Gacanta inuu maydhaa waajib bay ku tahay. Maydhitaankaasina ma dhammaystirmayo ilaa uu wada maydho. Laakiin haddii gacantii in ay ka go'an tahay, intaa ka go'an dee maydhisteeda ma awoodo, way maqantayba. Marka maa laa yatimu lmaamuuru ilaa bihi waa laba qaybood. Qaybta koowaad maa laa yadkhulu taxta qudrati lmukallaf falaysa biwaajib, waajib maa kaas. النوع الثاني مما لا يتم المأمور إلا به وما كان داخلا تحت قدرة المكلف ووحو أود قفك مكلف كاي وحي لا أمري فلنتي ساكو حران وانو أود ووحو الصمين كرا. فهذا ينقسم إلى قسمين. كاو أود هذا وحو قيب سمية لما قيبوت. ما جاء الدليل النوع الأول أما القسم الأول ما جاء الدليل في طلبه. واحد دليل وكسر وري دونست مكلف كلا قد وري. مثاله الوضوء. الصلاة هو مأمور بها سوما. الصلاة هو مأمور ولا تتم إلا بالوضوء. ويسأل أنت أدنى مرة ما يسترمسه. والوضوء داخل تحت قدرة المكلف. الصلاة عنده وحو أوده صلاين كرام دو يدا أوده وعينة دي بدل كيدا أي أي ألا ماشا سيدا صوى إتهاي. حدنا ورد الدليل في طلبه ودو يسيد الدليل باي نفري. صلاة دي با إنك غحرا سلامر كان الدليل باي نفري. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا مأمور به اتفاقا. مر هذا الشيء الجوع تبيه وكارح ري أود هذا نوهاس إيمانا يود كرتو دليل ليس جلفتي سوق أمري دكاس يود كو أمرت mid kaloo lagu amray haddaanu ku xidhnaan lahayn ayaabaad ku amranaan lahayd ila daliil baaba ku soo arooray dalabkiisa. Fahada ma'muurun bihi ittifaaq. Alqismu athani wamaa lam yarid daliilu fii talabihi. Wixii lagu amray baa kaaga xidhan. Kow, waad awooddaa. Laba, laakiin دليل سيجارة إساقة أدل بمجره. ما لم يرد دليل في طلبه. مثاله شراء ماء للوضوء.
inaad biyo u soo iibsato weysaysigaawgii. Shiraa'u thawbin lisatri alcawra, inaad maro u soo iibsato qarinta cawradaada. Asafaru liadaai alxaj, safarku asalahan waa mubaax, inaad u socdaasho xajka gudashadiisa. Shiraa'u tiibin liisticmaalihi fi yowmi aljumca, manduubkii buu kaa tusaale wey. Shiraa'u tiibin liisticmaalihi fi yowmi aljumca, inaad udug soo iibsato si aad u isticmaasho maalinta jumcaha. Shay lagu amray oo dee manduuba baa kaaga xidhan saba. Hadda kan u fiirso, kow, wax lagu amray baa kaaga xidhan, laba, waad awoodaa, saddex, daliil gaaro isaga ku amraya ma jiro. Fahada maxallu lqaacida. Haddaba qaacidada maa laa yatimu lmaamuru ilaa bihi, iyo ta kasii khaasaysano maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi, maxalkeedu waa kaas. Kaa kii lagu amray uu kaaga xidhanyay aad awoodo, daliil gaaro ku amraya anaanu jirin, kaasaa maxallu lqaacida. وهو محل نزاع بين الأصوليين وأنا كاك أصوليين تسكو خلافين لا صعو واجبين توحانا دما يستر مهين لأنتي إن أن واجب هين لا يسكو ما خلافين تاوين لغي يسكر ريبني صعبا إن وحلو أمرا وحانا دما يستر مهين إلا إساق الله هلو مدلو أمرين ماها كاهل كاسين يسكو كسو ريبني صعبا طيب وحي لغو أمري أما لغو واجبي وحانو لأنتي دما يستر مهين إي آند أودينا لغو ما أمرين واجبنا كغو ما. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحي لغو أمري أما لغو واجبي وحي فلنتي سكو حرنتو إلا أنتي آند فلن كرين aad awood u leedahay wuxuu u qaybsamaa inuu yidhi laba. Mid isagaba marka horeba lagu amray ama lagaa dalbay oo daliilu ku soo arooray, kaana khilaaf kuma jiro in lagaa rabo, sida lagaaga rabaa calaa sabiili lwujuub ha noqotay ama calaa sabiili alistixbaab ha noqotay, waayo dee labaabuu isku darsaday isagu. Arrinka koowaad oo ah wixii lagu amray fulintiisu inay ku xidhan tahay, iyo arrinka labaad oo ah in isaga laftiisaba daliilu kaa dalbo si mustaqilo madax bannaan lagaaga dalbay. Maxaa hadhay wixii lagu amray fulintiisu kaay ku xidhantay ee aad awoodo ee daliil gaaro isaga kaa dalbayaana aanu jirin. Qaacidadan maa laa yatimu lmaamuru ilaa bihi ama maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi, kaas u dambeeya ayay ku saabsan tahay. Inta hore midna kuma saabsana. وإن توري محل نزاع ما. وقد ذهب أكثر الأصوليين والأئمة إلى إعمال هذه القاعدة. أصوليين تبدن كودو إيو آئمة دوبا وحي كتغين قاعدة كشقيسين تيدا أي كتغين وحي لغو أمري فلنتي سوحا يكحران تو إياد أودو دليل قاربيان كسو أروري لي إياد سكرا كو أمران تهي ودليلكي با كو أمري دوحا كو أمري دليلك كان مركورا لغو أمري كو حرمي كو أمري أي ساقنا كو أمري ودلالة دو كو قطو سينا يوام حوى دليلة ودلالة الالتزام ودي شاي لغو أمرو شاي لغو أمري سمين تي سونا ميت كلاي كو حرم تهي دليلكي شاي غا كو أمري يستلزم وحكين سانا يوا كدالا نيسا وحا كو أمري fulintiisu waxay kaaga xidhantana inaad ku amran tahay buu keensanaya. Ma fahamteen? Tayib, wuxuu yihi musannifku raximahu allahu tacaala, idaa tawaqafa, hadduu ku istaago ficilulmaamuuri bihi, wixii lays amray samayntiisu, calaa shay inuu ku istaago, kaana wuxuu noqonayaa daalika kaasi ashay oo ee shayga ah
shaygii lagu amray sameyntiisu ay ku xidhantay maamuuran buu noqonayaa mid la amray lays amray bihi isagana ayuu noqonayaa. Oo haddii ka marka hore lagu amray amra ijaab lagu amray isna amra ijaab in lagu amray bay noqonaysa. Haddii amra istixbaab lagu amray ka horena kanuu ku xidhmayna amra istixbaab in lagu amray bay noqonaysa. فإن كان هدوية دبا المأمور كليس أمر به سجى واجبا هدوية كان وحول قني ذلك كاسي أشياء الشيء ها فلنتي سيكون حرنتنا واجبا بيسقون القرية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن كان هدوية المأمور كليس أمر به سجى مندوبا هدوية هاي من السنية كان وحول قني ذلك كاسي أشياء الشيء ها فلنتي سيكون حرنتنا مندوبا بنقرية وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. ما لا يتم ترك الحرام إلا بالترك فتركه واجب. الله ميد يدونه شيء بلقى حرام تميه كم تي كرتيد لا شيء كلا تكتكتو شيء كلا نتكتكت أنا محي نغنسا واجبين نغنسا. مثال الواجب واجب كتسوالي سوحوية سطر العورة عورة أستوري الديد عورة إلا أسطراء يدوا واجب. إلهي بارك سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد نبي يقول له استر عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فإذا توقف أدوك استاغا دبا ستر عوره على شراء الثوب المرس إبس الشديد كان وحو نقوني ذلك الشراء كا إبس الشدا هي واجبا منقوني وحو واجبا منقوني كل واجبية وعورتنا استرته أيانت فلين كرين إلا هذا الساق السميسو. وانا سطر العور هنا واوح واجبين تلقوه واجبيه دلده كسوغناته وحاو كحر ميوه مرينة سويب ستانا واوحد اووده دليل قاروك وامر ايام مرينة سويب ستانا مجيرو ودي اقفك عوري سوحكو استوري كرا مراوي ساقو قعميسة كسوغناته وحكو استوري كرا مدل السي وحكو استوري كرا مدل سويب ستانا. ومثال المندوب مندوب كتساليس وحوي التطيب اسعد رنت للجمعه صلاه الجمعه وقد ليس عذريه. فاذا توقف هدي وكو استاغو تطيب كاس على شراء طيب ادق يبس الشدي كان وحو نقني ذلك كاس شراء يبس الشدي مندوبا وحو مندوب نقضي انا شيقي مندوب كهبا فلنتي سو اي كو خرنت وانا واحد اودو. وهذه القاعدة تقول قاعدة ذني في ضمن قاعدة قاعدة جدهد بكشرته قاعدة سي أو عم كجد بلارا منها قاعدة ذن وهي قاعدة سي كجد كشرته وحوي يده كجد بلارني الوسائل والدوين كلها وحوسجان أحكام المقاصد هل كله صعد حكم كذا وسجان قاعدة صدى عامسا وشيقة مقصدكو واجب نغن كرا مقصدكو مندوب نغن كرا محرم نغن كرا مكروب نغن كرا مباح نغن كرا وضد الله مرة يا مقصد كان محي قادنا ساحكم كا مقصد كي وشيد دا لا صعد ومعنوا محي معنوا حوية نهدي ومقصدكو يا هاي مباح وحدوني مباح كسي هذا اللي بحد عام كواجب كي مندوب كويسوس قال يعني وسيلة نوعين أساس وكلاهاته هذا مقصد كحاران يا هاي أما مكروه يا هاي وسيلة الله حكمين غنسة هذا الكلام حنقول له قاعدة باطل كأورا يسا المقاصد تبرر الوسائل إن التاس كإلى عليه وقاعدة باطلة تاس وإن لا يراه مردي وتشدف على الصعدة وضد الله مرة يا واحد دوري ساعة نقطة حراني حلال واحد دوري ساعة نقطة تسوى باطل وي فوسائل المأمورات كو الله يسأمري والدوين كودو مأمور وامن الله يسأمري بها أيضا أمرك أمر إيجابي أمر استحباب لبدا ونغنكرا وسائل المنهيات كو الله يسكن نهيي وحيابها الله مرة والدوين كالله مرة وحيابها القجارة منهي عنها من الله يسكن نهيي ويا مركا وصدح قاعده تيباو عامسا الوسائل لها احكام المقاصد وحسوق لي ماموراتك يا منهياتك
waxa ku xigta xagga cumuumka tan kitaabka inoogu taalo ah maa laa yatimu lmaamuuru ilaa bihi fahuwa maamuurun waxaa soo gelaya wixii lays amray amri iijaabi wixii lays amray amri istixbaab waxa ku xigta maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib طيب قال رحمه الله النهي تعريفه قيحتان كيسا لغة مو قيح مصنفك نهي مركا نهي لقاهان والمنع وديد مدى ولهذا سمي العقل نهية ساوجد بعقل لقوم عابي نهية لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق به ويقفك عقلك لعقلك سوح كعليا وودي ده وحان كوا بورين وانا تحديدك صارورتي اللي يليني منكم اولو الاحلام والنهى والنهى معناه دوام حي والعقول كو عقلك وصاحبك تسوى لغة استلاحا بوقع مصنف كو يحول النهي والنهي قول وي قول كاسو يتضمن كوب صنايا طلب الكف كاستاج إلا ليس كدل بي على وجه الاستعلاء سئس سرّيسين يا كُشرتو ليس كدل بي وكدل بي يا إسكس سرّيسين يا كو كدل بي بصيغة صيغة لقدل بي صيغة سوى مخصوصة جارة وهي يدو صيغة هي صيغة سي المضارع وهي وفعل كمضارع المقرون أمد للحريري بلا حرف كلا لا دي الناهية أعيد مد وحنا هيس مثل قوله تعالى وي قول كإلهي سبحانه وتعالى وكلا ولا تتبع راع أهواء الذين كوي دون استودا كذبوا بيني بآياتنا والذين كوينا راع دون استودا لا يؤمنون رمينين بالآخرة آخرة رمينين وكان يقول حلوى قول قول ده مركا اللي يروح ماشى كبح حياء فعلك وإشارة وكلا صيغة النهي ماها الصيغة اللفظية للنهي ماها لكن معنى النهي ويفايدين كرتها وكان قول كان دوا جنسي والنهي يجي أمر كي إيو تخييرك هي الدعاء دي انت ويسوق لي لكن قول كاسم حوري يتضمن حكم صنيع طلب الكف بكم صنيع مركا طلب الكف مركا ليدي حاميشه كبحي قول كي وحان طلب الكف اين كوب سنيه اتصالان دي تخيير كوب سنيه طلب كوحا كبحي وحان طلب انسى تخييرك الكف نوح كبحي حدي لا اسكدل بيو فعل ابي ايجاد يا كف يك استاغ ان لا اسكدل بهين على وجه الاستعلاء الدوا قيد كورين وشيغنايو امر كوني كهدلي معلوي با لو شرديا ان كدل بيا وكسريو رتبهان كوخ لا دلبي سي استعلاب الله شرد يانو كبصر ريني قابس السرّيسين كتيرتين وضل بيو وصيغات هذا الكيستات سيكا مغطو مثال بدبو الله وضل شرد يانو مثال بدبو منا بالله ما شرد يانو خلاف كي كتيري أمر كايا النهي قلفتي سنة كتيرا وكا مصنف كوهل كيو أمر كمريي وين استعلاب الله شرد يانو أيو نهي قنم مريييو سنة استعلاب الله شرد يانو على وجه الاستعلاب وأضون كدرجاهن كما صريو سيد كيس لكن هدو صيغة النهي كل حد له تميد اسكس الرئيسين يوهي مركاد النهي وين غرس بصيغة المخصوصة انه هل كان وحكو شاقين نهي يقول انه ليه هاي صيغة اقارة ولا تفعل فعل كان مضارع الا انه يدو الى حرس انتغي مركا صيغة لفظي وكلا نهي يقوم الله لكن ده صيغوين كلا غير صيغة لفظي أو صريحة ولا تفعل شأن هاي نهي يقوم الله لكن صيغوين كلا غير الصريحة
oo ay ka laazimayso ama ay ka dhalanayso in waxa la isu diido la isu ogolayn way jiraan sida amarka baynu ku soo maray faqaraatu waxa ku baxay bi qowlan idii qowlu weeyaa nahyigu al isharatu baa ku baxday fala tusamma lagu magacaabo ma isharada nahyin wa ina faada ba faa'idisa isharadu macnaahu nahyiga macnihiisa faa'idisa wa idii siiqadi baa maqana hayd la tafcal وخرج وحا كبحي بقولان لطلب الكفي الامر با كبحي لانه طلب فعل وي سمين اي طلب ايجاد سمين يجرسين با لسك دلبيا امر كدخديس وخرج وحا كبحي بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس با كبحي واشي غيره دو ديده عيد كلا سمن والدعاء با كبحدو عيد كاس ريسين دو ديده وغيرهما با كبحيو مما كم إذا أشياء دي يستفاد لغا فايدة است من النهي صيغة النهي لغا فايدة است بالقرائن لغا فايدة است وصيغة النهي يقوم بها التماس كي الدعاء كي يتصيصة لكن وإن الله سعطه قرينه سلو إراده النهي جنوى للالتماس أما النهي جنوى للدعاء كان يقول الله هذا ربنا لا تؤاخذنا وحنا لا تؤاخذنا والنهي مايا والدعاء بين ورانا ومحين النهي يقول دي النوام حي قرينا تسنى السينا لأد النهي هين دي أدوان كي ضعيف كاية باحنا أي الله الله يا ربك ربك ندعو حبك كمان نهي انكرا مركا والدعاء وبري وبري وطمي يوي وكذلك دي الله بضو ولا لها وضحض لي إيه بلو هي أرد الباب كحد إنا ندي كسرين هذا الكيس أنا كم وقنس كسر رئيسين وقرنته سنة إسا إن أنا هذا الكيس نهي أنا وهاي التماس فيه مرك اعتراض كيا إنه شجعني مرك إنه أمر كأم مريني أيوم بهالكنا إيمانية وعلى وجه الاستعلاء ومرد لا استعلاء وبالله شرط يا أمر كيا نهي جبا ده واحد نقنس سائل يا جم حي سير غدا قابك هذا القود عيون عدة مرك وح أمرتي أما وح عدة طلب الفعل لاتمي أما طلب الكفي لاتمي حس الرئيس أما هل قص الرئي أما هل لسن هذا وخرج وحك بحب قولنا لي بصيغة مخصوصة وهي هي يد المضارع ما باك بحي قول كدلة تصيع على طلب الكف أما ما شيء باك بحي طلب تصيع دلة تصيع على طلب الكف دين هي كاستاق إلى الضلبي وبصيغة الأمر لغو الضلبي أمر صيغة لغو الضلبي مثل دع وكلا دع هو فعل أمر لكن لطلب الفعل أمؤما إنه إنه وح صميم صلا قاعد ضلبيه إمحويمي لطلب الترك إنه وح كتكته دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين يترك يكف ونحوها فإن هذه كلمات كني وإن تضمنت تبقى وبسط طلب الكفية دين هي كاستاق إلى الضلبية لكنها صيغة بصيغة الأمر أي كنت سيسا أمر صيغة دي فتكون محين نقرسة أمرا بين نقرسة لا النهي النهي نقر ميسو أي نهي قمحا شر دواء صيغة دا سي لا تفعل إنو كوي مادو وحيان صيغة لا تفعل عن كوي ماني طلب الكف بها كوبصة دي الوحللي هي الداء كاستاق بها تصيه نهي ماه مركا أمر كالبو قيب سما أمر مركا إيجابي ودوا الذي فيه طلب الفعل وأمر كالقاقة دالبين ودوح سمايسو قم اقعد كل امشي اقرأ اكتب هي أمر سلبية أمر كالسلبية والأمر الذي يدل على طلب الكف وأمر كالتصينية إن لقاقة دالبين وحيسك الديسو مركا دي حق معناها وحيو لما معنيها هاي محاي نهي يقول لما معني وفيه طلب كف كما أن في النهي طلب كف لكن حق حكم كاو حلي حكم كيما حي حكم كي أمرك وقد يستفاد إلا فإذا استباد عدبوري طلب الكف كتغيستي كيستاغيست طلب كلا ضلبي بغير صيغة النهي نهي الصيغة دي سوحان هين يلقي فإذا سنكرا ولقو أغان كرا مثل أن يصف السين القصف أي الفعل فعل كبير تحريم القصف أيه حرم الربا أو الحذر القصف أيه
أو القبح اللي قصفه فالحمى أو ذم أمال على عيا فاعل قفك السمية أو يرتب أمال قد لي على فعل سمين تسع إقامة أو نحو ذلك وحك العامصا صيغ التحريم هي صيغ النهي بك العامصا لما تبع عامصا صيغ التحريم كعامصا وصيغة النهي وواحد من صيغ التحريم صيغة النهي لا تفعل ومت كم إذا سيقوين كوحلقو حارم تميه لكن سيقوين كلو حلقو ممنوع كتجست الشيء الغض الباء ويشران أمر كمر كن مر نص أنا كلو نور شجعه سيق الأمر إيو هي سيق الإجابة كلي شرا مر كلا بذا كويبا بدن سيق الإجابة كبدن وهذا الله تصيّي وحلا واتبيي ويكعّم سيّهن هذا الله تصيّي وحلا أمري وصيغ الأمر ومن صيغ الإيجاب وحصر فيها دان لهلين واتبين تسيقوين كذي كمدي وصيقوين كوحلقو واتبيا كبّل عرن وكبّدن سيقوين كوحلقو أمره وصيغ الأمر ومن صيغها الإيجاب واي تاسوات سوف وطلباته صيغ التحريم وصيغ للنهي غير صريح صيغ كستوح الى حرانتميته سنه سكوال كانوا نوغ شيغي وصيغه النهي لكن صريح عين الصيغه اللفظيه للنهي انا هين ويمكا وحل الله البيع وحرم الربا ايريغا وحرم الربا انه سوقات صيغه النهي ميوي ما يد وهي صيغه النهي قم حيد لا تفعل به دي وحرم انا لا تفعل ما لكن وحرم حق معناها وحي كتهي صيغه النهي ولا تفعل وحي تسينيسو او حا سمين اي حرم انا اي تسينيس مركا جميع صيغ التحريم وصيغ نهي غير صريحة أمر كي نديب ونقو جميع صيغ الإيجاب وصيغة أمر غير صريح صيغة كستوح لقوة تبيه مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث كسمحوت السنية قراءة الفاتحة في الصلاة تاي واجب لكن صيغة صيغة أمر كميت فعل أمر ميت اسم فعل أمر ميته ميته هي مصدر نائب عن فعل الأمر ما هذا صيغة أمر ما لفظية أو صريحة لكن معانيه صيغة الأمر جاي نبصنص ومثلا فاغسلوا وصيغة أمر معانيه تصنص أنا وين لقاد البيان ما يرستاس اغسلوا وجوهكم لا صلاة اللي من لم يقرأ بفاتحة الكتابنا حق معناها وحي كتهي واجب واحد قوة أما واحد لقاعد دونه يقفوا مركز توا تكرس الرجعات كثينة داخله وتحدينا داخله جميع صيغ الإيجاب وصيغ أمر غير صريح جميع صيغ التحريمنا وصيغ نهي غير صريحة الواسيس كأخذ ضمن أيهما عام صيغ الأمر جي صيغ الإيجاب كيبا عام صن صيغ الإيجاب وصيغ الأمر وصيغ الإيجاب كي قيب كي صيغوين كوحل قواتي طيب صيغ النهي هي صيغ التحريم لكو يباع عامسا صيغ التحريم وصيغة النهي ولا تفعلون هاي ومت كم إذا صيغوين كي هذا الله وحل قو حاران تمي اكوك الأبضان وحل قو حاران تمي وان إياذا هاي باكرة طيب قال المصنف رحمه الله ما تقتضي وحي كان سنيسو صيغتنا يوحي كان سنيسو هل كم حكى الله يا مصنفكو رحمه الله تعالى دلالة النهي نهي محوط الصياح أما حكم النهي حكم كان نهي كدلانية نهي وين أغاني وحيهاي طلب الكف قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء سيغة قارئ الله يبين وقانوه
لا تفعلوا صيغة لفظية بولي حوتو صيغة هذا بنهيجي وكان القرآن كبوح مركد ناهي القرآن قوارك تام حديث كالنبي وما حكم كوتو صينية لا تأكل الربا ضعافا مضاعفا لا تقرب الزنا يكو الله متكع لا تقتلوا أنفسكم طيب مركز سيدي عمر كمركز نتشوقنا نشاقنا نهي يقول قيب سميا نهي مطلق هي نهي مقيد بقرينة أمر كده هو قياس قادنا يا حكم كلا بدأ يا كل شيء نهي مقيد بقرينة محط السنة يا أيه أيوة النهي المقيد بقرينة يحمل على ما دلت عليه القرينة وحي قرينة ده الله صعطا أستان طيع على ما ده الله صعطا وحي تصينة يسال وحن بارية وده قرينة وتصيصو نهي جان إن تحريم لوجة جنسة وعيد يدل راعيه نعذليه على التحريم بالوح بارية هذا الله سبحانه وتعالى مركا قرينة تصين إنسان لوجة جيدو كراهنا كراه هذا الوح بارية قرينة ذو حين قن كرتا قرينة وحويان متصلة والنهي جلفتي سدليل كل شرته waa kala noqon kartaa qariina munfasila ay la socdo qariino isaga ka soo aan oo daliilka nahyiga lagu sheegay qariinadu kuma jirtee daliil kala jira misalu dalika nabiga kaleey salaatu wasalaam wax nahyiga waxa sameenina way xadiid kale waxa ku soo arortay inuu nabiga kaleey salaatu wasalaam wixii laftiisa sameeyay sameynta nabigu uu sameeyay waa qariina tusinaysa shaygaasi inaan xaraan ahayn waye du xaraay ay nabiga kaleey salaatu salaam uu sameeyay hadaan leelin daliil kale oo tusinaya sameynta rasuulku inay khasaaystiisa kamid xiba uu la gaarkay inay kamid qariina la socota nahyigi tusinaysa in tahdiid looga jeedo hanjabaad taas lagu xambaaraya nooc labaad nahyigu waa maxay annahyu almutlaq baalera xuu ka sii deysan yahay anil qariinata annahyu almujarrad nawalada nahyiga dharka tiran وكا در تيرين يو كمرين يهي قرينو كمرين وكا كاس مطلقا ايا حكم كيسا ليسكو خلافا كاسان حكم كيسا وحاويان وكاهد ليا مثال وحاوى النهيقا قرينو لسعطو ولا تكتم شهادة ومن يكتمها فإن واثم قلبه ولا تكتم صصيغة نايمة نهيقا سي قرينو ما لسعطا تصين إيسا حكم كمانتا وكوب صريو ايه سلفق التطبيق بو بايو صح حسابتك ايه وام حق الناس فإنه آثم قلبه مره دين اللي يري قفك ورمرقها قريننا قفك قريانا وكدن بابية مرقها إلا قرياني حارانتهاي وقرينة سنس إنها يقال تحريم لو قتشير إنه آثم قلبه ولا تقرب الزنا حكذا مس فإن إنه كان فاحشة وساء السبيل نهي قال ولا تقربوا قرينا الله سبحانه تصين سين تحريم لو قتيل وهذا وحي اللي سكنه هي إلا عاي فاحشة لو شاقي يا سوء السبيل طيب حاجة كره هذا وكلا نبي عليه الصلاة والسلام حيري فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها سو النهي ماها نهي قال قرينة الله سعطته تصير إسائنا تحريم لوغة شهدين وما حي قرينة أس وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عنه وأن النبي السميع وحا أمده كالنهي فلو كان الاستقبال والاستدبار محرما لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الاستدبار قبل هذا إنه النبي قد بجد يسوع حاتي قدر ما يدعين دوني جالس تحريم فائدينية حلا ماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي إلا سجوب أي الديدي ومع هذا اكتوى وكوى النبي عليه الصلاة والسلام استجى سجوبي ضد كلوح الصدين وجوبي رأتاس إن وحي والنهي والسمي وقرنته سنة إسا نهي جنا للتحريم يا حين أو يا حين
للكراهة إنه يهي. وحلمي ده النبي عليه الصلاة والسلام حديدي إن قف بنتي هبيني ما العاصو حدنا النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم مركي دعدي أرنت نوع عاصي الصحابة أي السميين لم ينكر عليه سقف كم سادك النديفين شراء وكلام مركي هبيني ما العاصي فلا أذنتموني بول أتسوقي سيسان مو أرن أنت واقو بريه بحد ولا سقويدن معاني ده بحدي سوقي سين لا يهبيني ماذا سؤال سقيب قل الله رسولك عليه الصلاة والسلام. طيب نهي قادم مجرد ك وح قريني أنا لصعن يا لقاضي حكم كيس واضح وعند صيغة نهي نهي قد صيغة دي صيغة نهي محله قد شيء ده أي الألفاظ الدالة عليه ريد النهي تصنيع عند الإطلاق مرك قرينة لجسي دايو وحله قد شيء ده عدينس تقتضي واحد كنسة صيغة النهي تحريم المنهي عن الشيء الذي كان نهيه الحرام تميه بكنسة وفساده بكنسة الشيء الذي كان نهيه دي لصمائه شيء فاسد وياه وترسي عن لهين وي وصيدة مركا جمهور العلماء كتقين من الأصوليين والفقهاء أن النهي يحمل على التحريم إلا للصارف نهي جاي لو حن باريو انو حارن نيمو شيغيو شيغال اسكن ايو حارياي هدان ليهلين دليل كليخيه تاس او وخ كلي او ليخيه دليل كاسنا وخا انو كو مغعاوناي مسلمينتو اي كو مغعابان قرينادا فمن الادله التادله وخا كميدا تسينيسي ان نهي فمن الادله التادله وخا كميدا تسينيسي على انها صيغه النهي تقتضي ان كنسن سا تحريما قوله تعالى وكميدا الى اولي وما أتاكم الرسول رسولك وحيد سيف خذوه قاتل وما نهاكم عن وحيدين ديدنا فانتهوا كهر وكربتون هذا فالأمر أمرك بالانتهاء ليس أمري عما الشيء لقربتون هذا نهى عنه النبي نهي اقتضوا حكا إنسانيا وجوب الانتهاء النبي نهي إن لقهر ولقربتون هذا إنه واجب تاي ومن لازم ذلك مرهدي كهرستي سواي واجب تاي وحا أرنكا كان لازم يانا وتحريم الفعل السمين تسيني حارانت سؤال هاي مور النبي وحيد إن كان نهيه كتاقع مركاو النبي وحيد نهيه إن لقتاقع محين لغانسا واجب مرها دي كتاقستي أي واجب نقاطي محا كان لازم يانا سمين توين نقاطو حاران نقاطو تاسا يا كان لازم يسا وعانا كرنا لغانسا طيب marka hadii nahyigi nabigu keensanayo tahriim al-fi'l bab al-awla nahyigi ilaahi subhanahu wa ta'ala tayib waxa kale oo daliila in al-urf al-lughawi wa idha naha as-sayyidu 'abdahu 'an fi'l shay fa fa'ala lam yustaqbah minhu 'iqabuhu العرف اللغوي وهدو السيد كو أدوان كيسا وحديده لا تفعل لا تفتح الباب وحديده وصمايه أو عقابه سيد كي مدفع الحمد سمية لو أركي معي دان دي عقاب كالتعدي وحكا لان لسعون وعقاب ديف دم بيجيسا مناسب كواوية لكن العرف اللغوي نصاص وكان صنايا إنو نهي مطلقة مجرد كتحريب وتسنيه وحكا لو الدليل وها والدليل صدح هذا فهم الصحابة وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون من النهي المجرد أو المطلق التحريم وده الصحابة ده مواقفته ده في رسالته شيء حالا أني ما ديسا دي النهي قد ريشان شرين شردنا وقمي ديك شرين النهي وصوه التحريم التصيين قرين الله صعته النهي قد مجرد كامن مطلق قد ريشان شرين شيء حالا أني ما ديسا واي مركا نهي يقول تحريم بو كان صدا اصل اهال وحان تحريم هاينا انو اوبحا ودعي كرتا لكن واين قرين وحا كلا تسنس ان هي كان كراهه لوغا جيدو ان تهديد لوغا جيدو ان واين قرين تسنسا جيرتو لكن الاصل هو ما حي ان النهي يقتضي
التحريم وين شيء قدم اللي سكن أيه عدي الله السمايو مصحيح بو نقونية مسفاسد بو نقونية ومثل هذا علماء الرادان هل النهي يقتضي الفساد الفساد المنهي عنه نهي يقول مكان صنايا وحا اللي سكن نهيي إنه فاسد يا عدي الله السمايو ومثلا صلاة با اللي سدين صلاة دي بات سمايس مكان صحي سامي صلاة فاسدة بين غرنس صوم بقى اللي يسود ديدي صوم كي بات صوم يوم العيدين أكله وات صمت يوم العيد بات صمت هل يصح أم يكون فاسدا بيع بقى اللي يسود ديدي إيه بقى اللي يسود ديدي هل يصح هذا البيع أم يكون فاسدا رجع مثلا سيد علماء قاركود كتبه ويك قرآن وعلاي وكله وقرأ كتاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد والنهي يقول فساد كان صنعه طيب مركا كل التفاصيل باي من دونته لكن قاعدة قود فهن سومينا ورنا الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم طن واحد لا نهي الأصل في النهي أنه يقتضي فساد المنهي عنه نهي قوحة أصلاء إنه كان صنعه وتصنعه شيء اللي سكنه هي إنه يهي فاسد وح مركا قفك كجودية عمل الله ترصده إن أنا نقارن العبادية معاملك ودوني يبان الله أصل قاصدة ناي جماعة تحريم كسارة صارف مقارنة تصيصين أن تحريم لو قد شيء ناي جماعة فساد إنه تصيص فساد المينع لهم حك سارة سيدا كلي حد بقول دليل إنه يقول فساد كان سنو من الأدلة تدل ذو حكم إذا يا دالة تصير على أنه نهي ويقتضي أنه كان سنة ألف سادة قوله صلى الله عليه وسلم ولي من عمل قفك السمية عملا عمل كاسو ليس أن وين عليه دشيسة أمرنا أمر كيو ديننا أن الدين تيد تصين فهو عمل كاس رد أي مردود وامد الوعلين أيو وركاد حديثك بدعة وقولك ما صعب سنة بل أعم منها بدعة وكمد لكن وحو تسينا يا عمل كستا وان دين تكمد اهيني انو مردود ياهي بدعادو وعمل الهي لوغو تقربية دين تهان كمد اهيني ولهذا مردودة ونقطة عبادة اللي يسود ديدي انه وكو صاروري ولو حالة دا غير كود بها نقطة دي مركا اللي يسود ديدي دين تكمد معا وكذلك معاملات كي عقود ديها شيسيدة للديدي وحدين تكمدو بيو على الدين تو اقوش هاي معا وحدين تو ديدان تمركا غفك السماعية لقى أقبل ما يو وما نعن وحي النبي النهيانا فليس ما عليه دشيس أمر النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي بدشيس أمر النبي دشيس ما فيكون وحي نقول يا وحكة النبي يقول نهي مردودا ومن باب الأول وحي الله سبحانه وتعالى ونهي كسوى الدليل تصنع يا نهي يقول كان صدى فساد أصل كونه سدائي دليل كلامات تصنع يا روح ويا وفهم الصحابة وكانوا يستدلون على فساد المنهي عنه بمجرد النهي عنه شيء قال اسكنا انه فاسد يا عبادها النقض معامله اي عقدها النقض حيث حابد ودليشن جيرين نهي قال اسكنا هي لفتي سم ودليشن جيرين مر هدي اسكنا هي انه فاسد هي اي الصحابه رضوان الله عليهم يكفهم جيرين طيب هذا الله إشكال بين قصو أروري كرا إشكال كاسوحة وهي إن لا يراده صيغة النهي يقو حقاي كتصير إساء فساد المنهي عنه هل هي موضوعة لغة للدلالة على فساد المنهي عنه صيغة النهي يقول لقاها موحي ودك سنتهي إن يتصير سوحا لسكن نهي فاسدي ما يعني المركب اللي يقول لي أنه يقتضي فسادا أو فساد المنيع أنه يقتضي الفساد المركب اللي يقول لي هاي المراد بالاقتضاء الاقتضاء الشرعي وليس الاقتضاء اللغوي وصيغة النهي اللغة تنبيوت سنسا وحل اسكنا هي إنه فاسد يهي لقوم الله وصيغة النهي لا تتعرض لهذا
صيغة نايغو لغها وحي ودك سنتهي وحي اللي اسكن نايه كتغيستي سين لغا دلبي حداد سميسو ما انصحي مس فاسد بو نقونيا تايد ومبام بحر لغها حدا ما يقتضاق الميش اللي قوش يقول لله يوم ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد واقتضاء النوع والاقتضاء الشرعي والشرع دل على أن النهي يقتضي الفساد صور عدمان كاشكال قوسو أروريك لا يتاسي جوابك الطيب وآين لقول هذا هل صيغة النهي موضوعة لغة للدلالة على فساد المنيع طبعا ما يبضع الناس صورة وارن كسوارنا نوبم بحنا هذا حاجات كاكين تمر كان ده تقتضي الفساد واقتضاء شرعي وتدل الشرعا على فساد المنيع لكن ليس معنى ذلك أنها تدل لغة على فساد المنيع طيب وحيوات السرية حكم إذا النبي عليه الصلاة والسلام إن وحيابه النهيه أول السميي وكو حكومي فساد وكو حكومي بيع الصاع من التمر الجيد بالساعين من التمر الرديء أي رسولك الويدي إن نبيع بالصاع من هذا ساعين من هذا صاع تمرت ونكسن كمدا نكبد الله بصاع وطاحن كمدا نقول لا تفعل سيدا هالسمين بيع الجمعة بالدرائم تمرت اللي ذات العكو إيوي ثم اشتري بالدرائم جنيبا رواياتي غارقوا حكوتي من النبي يقولون له ردوه إيب كعلي معنى هذا محي وإيب اللي يسكن نهي نهي قاسينا فساد بكاس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ردوه علي يقول دعاء عبد الصحيح أن نقول لها النبي ما أمرين إن لغوك على نغضه النبي عليه الصلاة والسلام صام أمرين وينهي أي لصع تقارينة تصين أي صح إن الفساد كان سنة هين وبدأي كاس وعب صالوا النهي عن تلقي الركبان نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان النبي محمد نهي صفر رضا انتاني سوقي سوق قارن إن لقاه رتقال كاحل قيب سنة هل هذا النهي يقتضي الفساد؟ لا وما حي قرينات تصيصي رسولك وحوري كيس سيدا وحلقه يبسي مركو سوقي ما دفوا بالخيار فمن تلقي فاشتري منه فهو بالخيار إذا نزل إلى السوق محو خيار ولا إنه يبكى سيدي سود دايو يينو كان نقضاو فسخه مركا دانو يبكى سيان سحين خيار موشرين والخيار فرع عن الصحة ذا تراوح أقف كاس خيار بقول لي يبوح وفرع كي إن هالشيء كاس عقد قاسين وأصحي هرطه لكن إنه كان قضاؤه وحق لي هدو إيب كاس فاسد يعني خيار ماشي مو يمدين صور عدمة وحلم إذا النهي عن تصرية البهائم نبي يقول النهي وديدين حولها إرمانها لو إيب سنيو إلا جاحيو جاحين مقرنسان جاحين مقرنسان المجال رقم واحد هي قاحية قرية وما حق قاحين إن الستان كان لقد داية سيعانوا عددي سوء الرار والنفط يتنعى ربضان وقوم بغض نبي يقول حر لا تصر الإبل والغنم حق قاحينين الجيل يعرق الله دين والله مدون فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها قف كنيف لقاحيه يبسدا لبا ارين تورم ودور لي مركو اللي سكد ان شاء امسكا وان شاء ردا هذا دون وسكا هيسن نيف كي اي موقتين وان نيف لقاحيه هذا دون و عيلين وساعة من تمر ساعة تمر و راعينو مقابل ادعاني وكمالي ورا عظمت ناهي قاسمي وتحريم كان صدي الفساد كان سبب جيدا ما يا هدو فساد كان صدق خيار مو يمدين إلا هدو هيستمع عنيد وحبين إيب كوان صحو ساسو كم الكيسانا ها عليهم بين نقون الله إذا إلا يرادو هدا دون تيسكا هيسو هدا دون تيسكا عيني هدا دون تيسكا هيسمع عنيد وحبين إيب كوان صحي هدا دون تيسكا عيني معنيد واتفسخ كرتاوي
يبكي أنصحي بركات صلاة ياشو وي وي بدين صلاة ياشا نهيجا قرينادو أي لا صعته هل كان دبا الشيخ يقول كل شيء أرينه كت المامي قاعدة المذهب مذهب كوش وش هذا مذهب الحنابلة في المنيع عن قاعدة حنابلة أي كليين مثلا كصعب صار نهيجا ميو فساد كان صدام هذا الأمر هذا كاوي ينبول وأصل قواس هذا وقاعدة المذهب مذهب كقاعدة يسو في المنيع عن الشيء اللي سكن أي نحدث قاعدة واهي هل يكون من نقوني الشيء اللي سكن أي باطلا من نقوني أو صحيحا مثل صحيح من نقوني مع التحريم يضل لقب حراني مديس وباطل من نقوني مثل صحيح محرمة والله بدا محاول دحية باطل معني يسو حوي والقدم بابية اللي قد توبتك إلى واجبة اللي كله باطل ومحرمة ثانيا لا يجزي إنكار من العبادات عبادة يقفك قدي مايو ولا يسقط به الطلب ولا تبرأ به ذمة وإن كان من العقودنا لا يعتد به وحلا ترصدان وقال مايو حكا سوقان له ولا ينفذ فولي مايو حدي لهذا الشيء اللي سكنا صحيح بو نقونا يا محرمنا معنى يدو حويان محرم كوحا لغة شهدا يأثن به الفاعل وفكا السميو كدن بابي لغة شهدا صحيح أنه حلو قد شيء هذا يجزي إن كان من العبادات دو عبادية وكقودة يقفك وتبرأ به الذمة ويسقط به الطلب وإن كان من العقود لا يكون نافذا وفلية وتترتب عليه أحكامه أحكامتي سواء كرت مس كما يلسان صوص عتويا قاعدة كو أن يكون أيضا نقضاء النهي ناهي وعيدا مدون نقانيا إلى ذات المنيع عن الشيء اللي سكنها هي الافتيس أيضا نقانيا أو الشرط يبون نقانية، فيكون وح نقانية مركا ونقانية الشيء اللي سكنه يلفتيس، أما الشرط يجي سو نقانية، باطلا بون نقانية مركا، وبمعنى فاسد بون نقانية، وهل كان باطل كي فاسد كده واي سقوم بحنا بلاد، اللي السلام بلا باس سقوم بها يعني، عند الجمهور مركا حنا في ذا القرية، أقول حيري. الشيء اللي سكنه هي مباطل با مفاسد با أنا والله ميدون سواء صحيح محرمة قاعدة المذهب حوي إن تفصيل للقليه والله يراه هذا ورارت الشيء كان نهي كان كو تعلقه حقوق كو تعلقه ماذا تدي سلفتيس كو تعلقه مسوي حقوق تعلقه شرد جيس مسوي حقوق تعلقه وحكب حسن بالشيء كان وان السقف أنا هين، وقامر كان اللي يرفع مي وبانته شيء نهي يقول شيء إذا تدي سو نقرأ معنى ضامح معنى ضامح شيء إذا تدي سو ضامح إذا تدي سو أركانتيس الأركان تو أجزاءه الشيء ما هي دي سويك كوبان تاي صامح هذول الصلاة نهي قال إسكن نهي إذا تدي دو نقرأ معنى ضامح أركان تدي دو نقرأ أركان تدي دو نبأ وذا وح وذا خلدنا بيع هذول الرادو نهيجو ذا تدي سون نقنية معنى أركان تسون نقنية أما قار أركان تكم يضبون نقنية صلاهان ذا أركان البيع والنقانة البايع والمشتري والمبيع والثمن والصيغة وأنا اللي سكوع لين كرا وحلوان كرا العاقد والله بدو يهوسي مادان المعقود عليه بسم الله يهوسي مادان يصيغ صدق حبال سكوع لين كرا شنا ولا قديك waa dariiqo wasax hadii aad dabanahay go arkaanta soo dhan ku dhacayo ama qaar kamid uu ku dhacayo dayacuud ilaadaati shay macnaheedu waa taas midalan ilmayron qaan gaadin ayaa nin waalan ka iibiyay khamri waxaanu kaga bedeshay hilib doofar qaabka wuxuu kala iibsadeena waxa ay بالمعاطات ويسودي بينهم عند الشافعية دي ما صحيح معاطات كما قال يو بالصيغة يعني غير صيغة البيع أي استعمالين صيغة البيع وحانعين مركا إنه يقمحون قولي أركان تيوردر والسبي نوالا دوفار خمري صيغة ديو صيغة البيع عانعين معنى يعود النهي إلى ذات شيء ومحي يعني أركانه
تكون منهيا عنها أركان تيسا يا وعلى إسكن هي أو بعضها أما بركب. وهل كان حديل لبنن وعاقلان بالغان جائزة تصرفي أيوة كلي إبسدان ده ركن كي بايع أي مشتري وينون نولين لكن واحد صلاح كول من الخمر بوستة من الضوفار بوستة سيغدن وينون نوشا يو بعني خمرك هذا بخنزيري هذا سيغدن وينون نوشا لكن محو خلل كوكوشرا معقود عليه يو الثمن كي مثمن كي بعض الأركان بالنهي يقول نقرية كما فهمت المركلة لي هاي أن يعود النهي إلى ذات الشيء ذات الشيء محلو قد شيء ذا أركان تيسا أردن أما بعضها هذه فساد بكين صريع طانا خلافكم اتشيرون محور رعي أو شرط يبون نقرية فيكون باطلا حلقة الضباء حنا بلدة سدايري لكن تاسي محلو اتفاق ما والنهي يقول شيء أركان تيس وما نقونيه محيو نقونيه شروط ديس وأركان الشروط محيو كلا الدوين أهمية ده إلا ده لما ده ينتكلا براتها ما لها نقلا مقنسة الشرط يقول والشيء لا يصح الشيء إلا بي ولكنه خارج عنه كبحسي سوى كبحسي عن أجزاء سكبيد ما ركن كنوا من أجزاء الشيء وماهيته وحقيقته مركاني كمثلا وحلو يقانو سطر العورة هل هي من أركان الصلاة؟ ليس من أركان الصلاة وإنما هي شروط الصلاة مركا عورتي سي أيوكو أسطري نينكي مرح حريرة نهي قمحون قنية إلى شرط الصلاة إلى ذات الصلاة ونقن مايو الصلاة دي اللفتة دي مين لقنا هي ما وحل لقنا هي ما هي الشرط دي قيدة وي لابا أن يكون أن نغضاء النهي نهي وعيدا مدن وقونا إلى أمر أرن أرن كاسيو خارج الشيء كبحسن ولا يتعلق أن لحر السنين بذات المنيع عن الشيء الاسكن أي لفتيس ولا شرط هنا لحر السنين فلا يكون نقون ماي الشيء قال اسكن أي باطلا نقون ماي محو نقون يا صحيح محرم ونغرية أسيلي وكان أحد مثال العايدي نهي يقول نقون أي تساليس وحوية لذات المنيع عن الشيء الاسكن أي لفتيس ونقون أي في العبادة عبادة دحديدة النهي والنهي قال اسكن أي عن صوم يوم العيدين لا بدأ عيدوت صوم كود الاسكن أي هذا عيد اللفتي دي بقى الاسكن أي ومثال العائد كون نقول يتسالي سوحوية إلى ذاته شيء قال اسكن أي اللفتيس في المعاملة في المعاملة معاملة ضدك نحمل السنة حدودة النهي والنهي قال اسكن أي عن البيع إيبكي بعد نداء الجمعة الاسكن أي جمعها آدان كذا الثاني إلا بعض ممن حاله بيع سوء كحاصل يميد تلزم واجب يكون تهال الجمعة هو ذر البيع يريد إلى سبحانه وتعالى كيف حالة ده والإسكن نهي ومثال العائد نهي تسالي سوء حوية ونقوله إلى شرطه شيء الشرط يقول سفي العبادة عبادة ده حدادة النهي ونهي قال الإسكن نهي عن لبس الرجل منك حلال شديسة ثوب الحرير وحده فسطر العورة عورة إلا أسطرها شرط موية لصحة الصلاة فإذا أسطرها دو عورة أسطرها بثوب المرأة وكو أسطرها ثوب كاسو من هين عنه من اللي يسود دي دي أسطرها دي مرأة حرير تنينك وحران أيهم لم تصيح الصلاة الصلاة أنصح ميسو ومحاني وأنصح اللي عود النهي والنهي نقول شيء يساوي إلى شرطها ونقرية صلاة الشرط دي قيد شرعي قاها محالا ماذا عند الحنابلة شرط قيد وجودي قاها والصلاة دي بكت كده دار مغصوبة أما ويسدي بكو ويسيستي بيو مغصوبة ومسروقة بيو وصول عام وحضي أنا بلد واحد لي إنه شرط وجودي قاب النهي يقول نقنية دخوفكم يلو كنت كذا وين لها وين ومثال العائد يكون نقول يتصالي سوحوية إلى شرطه شيء قد شرط قيس في المعاملة معاملة دحيدة النهي ناهي قال اسكنية عن بيع الحمل حمل إي بنتيس يعني واحد علوش كتير إي بنتيس فالعلم وقانشها بالمبيع اللي وقاده وحلك اللي يبسريه شرط بوية لصحة البيع إيب كاس إعتاكس فإذا باع هدو إيبيا الحملة وح على الكتيرة لم يصح عن صحة ما يالبيع لعود النهي نهي ونقل شدي ساو قدوي إلى شرط ونقنيه هذا شيء شرط ديكس وهذا وحينا لقرانين ومثال النهي نهي قد سالي سوحوية العايد ونقنيه العايد ونقنيه إلى أمر أر خارج
شيء كبحسن في العبادة عبادة دحيدة أنه يناهي قال يسكن عن لبس الرجل إنك حريش ديسة إمامة الحرير وحده ومضح إن إمامة الصارع شرد وما صحة الصلاة لكن إمامة الحرير إلا حده وحارة صلاة دحيدة دي صلاة خارج كده وحارة وكذا الصلاة دي اللي يسكن هي معها صلاة إمامة الحرير تأكد كده إنه يقول حكونا عيا إمامة الحرير إمامة الحرير صلاة اللفت دي ما صلاة الشرد يجينا وسطر العوري هنا معها أو حكى بحصر مركا فلو صلى هدو تكدو وعليه وحال عليه دوشي سعما وتحرى سارنتي لم تبطل صلاة صلاة يسبر ميسو لأن النهي محاي للنهي يقول لا يعودون نقل مايو إن ذات الصلاة صلاة اللفت هنا ولا شرط أنا ونقل مايو ومثال العيد يكون نقل إتصالي سوحي الأمر آخر خارج كبحصان شيئا في المعاملة معاملة نحا النهي ناهي قلس كان يعني الغش غشك فلو باع هدو إبيا الشيئا مع الغش يدو غش وكتشره لم يبطل البيع إيب كبوري مايو وهي النهي عن الغش ليس نهيا عن البيع وليس نهيا عن شرط البيع لأن النهي محايا للنهي غش ليس كنهي لا يعود أنه قرن مايو إلى ذات البيع إيب كلفتي سو أركانتي سو أنه قرن مايو ولا شرطه لو نقرن مايو وحلقا مارمان إيب كوأه إمحو نقرن يا وحكا بحسن ولهذا قف كعدي إيب كالغشو إيب كوا أنصحي لكن خيار بولي ودور لي هاي إنه إيب كاف الصخاء هي إنه سيس كوس عطسي أنا إنه فصخاء واجب كونها بكرة سيدان وينورش يا مصنف قصي حنا بلده يكون تجين سك الدوام باتشرتا وأقول نقارن يسمى السلة دي كوس عب صنادل الفرق بين الباطل والفاسد سلة يسمى السلة دي نحرير الله ده سك الدوام وحوي إن لا يراه ده نهيجو هذو نقارن أيه إلى ذات الشيء إلى عين الشيء شيء اللفتيس يقتضي الفساد فساد بكين صنعية حدوه النقانة إلى وصف ملازم له سوى نكبر إنه حنا بلا يسوى مركز وصف لازم وابو النقانة وصف لازم وابو النقانة فيقتضي الفساد عند الجمهور الذين لا يفرقون بين الفاسد والباطل ولا يقتضي الفساد عند الحنفية الذين لا يفرقون بين الذين يفرقون بين الفاسد والباطل في غير العبادات حال عبادات كاهين ومحات الصلاة مرك النهي يقول نقول وصف الشيء اللازم محات الصلاة بيع الربوي بربويين مع التفاضل أو التأجيل هل دولار بعد لبض دولار كبدلت دولار دولار اللي جو بدلا من هي عنها ميتي ما لكن لبض دولار هل دولار اللي جو بدلا من هي عن محله نهي وصف لازم وأوام حي أنا زيادة أوجد صوما تمثل دي بقى مرة صاين هروا صام مرة الجمهور تبحير هادين شيء هل نقد من هي عنه لعينه أما منهي عنه لوصفه وفاسد وانا باطل وقد يمحيورنا يا جمهور يقتضي هاي الفساد هذه الشيء لونه هي لوصف ملازم له ويتصدح هذا واحد نقول إيسا أن يكون النهي عن الشيء لوصف غير ملازم له الشيء اللي يسكن نهيه صواب النهي يقول أي تهي عينتي سماهين لديدي وصف لازم وأوجد اللودي دي رمع وصف غير لازمة ملازمة وهين أوجد بقى أي اللودي دي كاسي ما كان صنع يا محي فسادك سادة مثلا تصريه دي إيو تلقي الركبان كي إيو غش كي إيو الخطبة على الخطبة إيو حيابا الله متكع وصف غير لازم وهي هل كان إن شاء الله تعالى درسي قصوص عدنا وإنه سيتش لعندنا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم كثيرا.